يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاء في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم جاء في آخره: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. السؤال: ما معنى قوله سبحانه فليفعل ما شاء؟ وهل المقصود يعني يفعل ما شاء أنه كل ما أذنب يتوب؟ هذا معنى فليفعل ما شاء، يعني أنه كل ما أذنب يتوب، الله يقبل منه. نعم، يفعل ما شاء يعني مع التوبة. نعم.